مساء الخير عليكم خياتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير بصحتكم ومهنيين إن شاء الله. اليوم جيتكم افيك اون نوفيل فيديو تاع هاد لو بان بريوشي اللي كنت حطيتها ديجا سور انستغرام، وجيت اليوم نحطها لكم بلو ديتايي هكا باش نفهمكم خير سور يوتيوب. لا غوسيت تاعي هذه انا اللي معتمده عليها، يعني نخدم بها، حنعطيها لكم بيان ديتاي بمقادير مضبوطه كيما راكو تشوفوا. يجي فريمون مقطن بيان ايبونجي، يجي فريمون هايل، تقدروا تاكلوه يعني تاكلوه مع الماكله، ولا تقدروا ديروه ميم دي ساندويتش لولادكم للغوتي، فريمون هايل. انا هنا حنعطيكم لا غوسيت تاع 1 كيلو دو فارين، هنا حطيت 1 كيلو تاع دو فارين. انا لا فارين اللي مولفة نخدم بها هي لا فارين تاع سيم، ندير بها لي غاتو، ندير بها فريمون لي لو بان اي تو هايله. حطيت لها 20 غرام تاع ملح و 50 غرام تاع سكر، خلطت النواشف وزدت لهم 20 غرام تاع خميره تاع الخبز. تقدروا ديروا 15 غرام في الصيف، تقدروا تنقصوا حتى ل 10 غرام كي تكون فريمون سخانه، سينو اون طون نورمال ديروا 20 غرام. هي ليسونسييل ما ديباسيوش 20 غرام في الكيلو تاع الفارينه. هنايا زدت لهم 100 غرام تاع الزيت، الزيت تقدروا تحسبوها سوا بالمليليتر كي يكون عندكم لو ميزوغور، سينو ديروا 100 غرام باسكو 100 غرام ايغال ا 100 مليليتر. هذه شاك فوا اللي علقوا لي عليها في لي كومونتير سور انستغرام ولا ميم في الفيسبوك، يقولوا لي كيفاش تقولي 100 غرام تاع حاجه سائله. ديروا مليح في بالكم لو بوا والميلي الغرام والمليليتر كيف كيف، باغ كونطخ لو سنتيليتر اي لو غرام ماشي كيف كيف. بسست مليح الزيت مع لافارين، وهنايا زدت درت البيض، درت زوج حبات تاع البيض دو بريفيرونس، فقصوا البيض تاعكم في كاش حاجه باش ترموها، ما ديروش كيما انا رميتها ديريكتومون، خاطر شونسي جامي تكون تاع الحبه تاع البيض تكون فاسده، ولا دو بريفيرونس حطوها في حاجه واحده اخرى. هنايا خلطت لهم شويه تاع الحليب وبديت نلم في لاباط تاعي. انا لاباط تاعي حلمها بالحليب، الوغ اللي ما عندهاش الحليب يعني اللي تلم به تقدر دير لو ليون بودغ مع لا فارين ومن بعد تلم بالماء. انا هنا دخلت لي 500 غرام تاع حليب ولا 500 مليليتر تاع حليب اكزاكت، يعني كي تكون لا فارين تاعكم مليحه تدخل لكم 500 غرام. السر تاع الخبز تاع لا بريوش تاع كاع المخبوزات لازم لاباط تاعكم تكون طريه باش يجيكم خفيف ويخمر لكم بالخف، او ميم طون الشكل تاعو يجي شباب. كي تشوفوا الحبه تاع الخبز تاعكم تترتق اعرفوا هنايا باللي لاباط تاعكم ناقصه ما ولا ناقصه حليب. كيما راكو تشوفوا انا تحصلت على فريمون عجينه تتلصق في اليدين. هنايا سي بون العجينه تاعي راهي مليحه، هنا نمر ندلكوها شويه لافارين تتعجن بالخف، اللي عندها بيتران تقدر تعجنها بالبيتران سي اونكور ميو. كي تشوفوها تعجنت مليح ولات ليس، هنا انا درت 60 غرام تاع لا مارغارين، كيما تقدروا ديروا الزبده اللي عندها الزبده سي اونكور ميو، وقعدوا تعجنوا فيها حتى هذيك لا مارغارين تدخل مليح في لاباط تاعكم وتولي لاباط تاعكم بيان ليس. بعد ما تعجنت لي لاباط مليح، انا هنا زدت عجنتها شويه بيدي، يعني كي تعجن لكم لاباط مليح الوغ انا هنا في اللابو تاعيكم عندنا سخانه مع لي فوغ ايتو، نبدا نشكل في الخبز ديريكتومون ونخليه يخمر. كي تكونوا نتوما في الدار دو بريفيرونس خلوا لاباط تاعكم في الصالادي تخمر واحد النص ساعه ولا حتى ساعه، كي تشوفوها طلعت كسروا لها الخميره وبداو تشكلوا في الخبز تاعكم. انا هنا وزنت الخبيزات تاعي 80 غرام، تقدروا تروحوا حتى ل 100 غرام باش يجيكم لو بان قد الحبه تاع لومبورغور ا بو بري. الحبات باش يجيكم شابين لازم تدوروا دو سيت فاسون كيما راني نوري لكم، ولتحت ويتشكل لكم هذاك الثقب هو اللي منه حتدخل يدخل لكم الهواء للخبزه تاعكم، والخبزه تاعكم حتجيكم خفيفه وتخمر لكم مليح. بعد ما نشكلهم كامل نحطهم في البلاطو وندهنهم. انا هنا دهنتهم بالبيض كومبلي، انتم الا كان الفوخ تاعكم ماشي شباب بزاف ديروا صفر تاع البيض وحده، خلطوا له شويه حليب وبداو تدهنوا. الا كان الفوغ تاعكم فونتيلي وشباب تقدروا ديروا البيض كومبلي يحمر لكم شباب. قلت لكم هذا الحجم تاع 100 غرام للحبه ابوبري تقدروا ديروا بها لي زومبورغور لولادكم، يجيو فريمون هايلين ويجيو شابين، والسر تاعهم لازم تخلوهم يخمروا مليح قبل ما طيبوهم. الوقت تاع الخميره يتبدل على حساب درجه حراره الغرفه تاعكم ولا الكوزينه تاعكم، الوغ قد ما تكون الكوزينه تاعكم سخونه او يحيخمر لكم رابيدمون. كيفاش
باش تعرفوا باللي خمر لكم، تشوفوا الحجم تاعها ديجا كبرت الحبة، وتشوفوا فقاعات يتكونوا تحت في الحبة تحت لابو تاع العجين، تشوفوهم هذوك الفقاعات هنا تعرفوا باللي خمر. نسخنوا الفوق تاعنا مليح على 200 دوغري، خاطش الخبز يحب الفور تاعكم لازم يكون سخون مليح كي تدخلوه باش هكا يتنفخ مليح ويجيكم شباب. الوغ اللي عندها ان فور فونتيلي تريغليه على 200 دوغري او يحيطيها واحد نص ساعه دو 25 مينوت ا 30 مينوت ا بو بري، واللي ما عندهاش فور فونتيلي عندها فور تاع الغاز تشعلو من التحت ا 200 دوغري كيف كيف، طيبو ومن بعد كي تدخلوه ترجعوه ا 180 طيبوه حتى يحمر من التحت. تشوف كي تشوفوه حمار من التحت هنا طفوا من التحت باش تشعلوا له من الفوق، جامي تدخلوا البلاطو تاعكم وتشعلوا من الفوق ومن التحت او ميم طون. كيف كيف طياب تاعو اونطخ الفوق والتحت او يحيى خد لكم واحد 30 دقيقه ا بو بري. الخبز انا نحبو يجي محمر مليح باش يجي شباب في الشكل تاعو، ومام كي تشوفوه محمر هكاك مليح مام كي ديروه دي ساندويتش يخرج فريمون هايل. هنا بعد ما خليته خمر مليح وتنفخ لي طيبته اخياتي كيما قلت لكم ا 200 دوغري، شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها. الخبز فريمون جا خفيف طري، هذا الخبز ميم كي باتي يصبح هايل برك كي تخلوه ديروه داخل ان ساك اون بلاستيك وغلقوا عليه. شوفوا الداخل كيفاش جا مقطن، كيما قلت لكم تقدروا ديروا دي غالات تاع لا فيون داشي وتخدموا به لي بان بورغور يجي فريمون هايل. ولا بون نوفيل هذا لو بان هو اللي نخدم به لي ميني بورغور ديالي اللي نبيعهم في الحانوت. الوغ لي ميني بورغور وزنوهم 25 غرام وخلوهم تاني يخمروا مليح يخرجوا لكم فريمون هايلين، ومن بعد فرسيوهم. هادي الى كاين اخوات يخدموا في الدومين تاع لي صالي ايتو، هذا يكون مشروع ناجح ليكم. تبيعوا هذا الخبز ولا تبيعوا ميم هذوك لي زامبورغور كلكو سوا، تبيعوهم هكاك فارغين ولا تفرسيوهم فريمون هاد لو بان. جربوا هاد الوصفه ما حيش تندموا عليها وتشوفوها شحال مليحه. نصيحة لكم خياتي اللي يخدموا لي كوموند في الدار ولا ميم اللي عندهم دي بوتيك، يا با ميو تخدموا بمقادير مضبوطة، يعني تخدموا بالجراماج بالميزان ماشي بالكاس ولا ماشي بالمغرفة، هكا باش دايما تتحصلوا على نفس النتيجة ودايما لي كليون تاوعكم يكونوا راضيين عليكم. هذه كانت لا فيديو تاعنا تاع اليوم مع كاع لي كونساي كيفاش تتحصلوا على هذا الخبز. شباب سلام.